ومشاركه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الدوره الثانيه لقمه تمويل تنميه البنيه التحتيه في افريقيا واللي بتستضيفها السنغال. ورئيس الوزراء كمان الدكتور مصطفى مدبولي القى كلمه نيابه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه داكار. واكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته انه مصر بتستعد لاستقطاب الخبرات المختلفه وتنفيذ مشروعات تتجاوز ال 100 مليار دولار في افريقيا بالرغم من الصعوبات طبعا اللي بتواجهها من اجل توفير وخلق فرص عمل بتتجاوز 5 ملايين فرصه تتمثل في مشروعات ضخمه بالقاره السمراء. هنفهم مع حضراتكم تفصيل هذا الخبر دلوقتي. بينضم لنا على التليفون دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار. يا دكتور مساء الخير على حضرتك. ومساله تحقيق التكامل الافريقي ما بين الدول الافريقيه ويعني دور ده في دعم التنميه في القاره الافريقيه. مساء الخير في بداية حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد مصر بتطبق معادلة هامة للغاية وهي أنه ما تستفيد وما تتعلمه مصر داخليا تسعى أن تنفذه خارجيا وخاصة في محيطها الأفريقي. مصر هي على مدار تاريخها بتساند القارة الأفريقية في كافة قضاياها. مصر لعبت دور هام للغاية في تحرر العديد من الدول الأفريقية، فندت على مستوى الاستراتيجي والأمني والعسكري، وفي الوقت الحالي بتساعد القارة الأفريقية على مستوى الاقتصادي. بالتاكيد افريقيا تحتاج الكثير، ويمكن الحقيقه الاهتمام الكبير اللي حظيت به افريقيا خلال عام 2019 حينما تعرف الرئيس السيسي قمه الاتحاد الافريقي، هذا العام الحقيقه شهد زخم كبير للغايه في القضايا الافريقيه في كافه الاحداث والمحافل الدوليه. يمكن خلال العوامل الثمانيه الماضيه على وجه التحديد منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليه الحكم الحقيقه العديد من المشروعات القوميه انطلقت في الداخل لاعاده تاهيل البنيه الاساسيه، ومصر الحقيقه اكتسبت خبرات كبيره للغايه سواء كان على مستوى التنظيمي او حتى الاذرع اللي بتنفذ هذا العمل. يعني لدينا العديد من الشركات المصريه الحقيقه عملت في عدد كبير من قطاعات النشاط الاقتصادي واللي حققت تفاضلات كبيره للغايه سواء كان في قطاع البترول والغاز، في قطاع الكهرباء، في قطاع البنيه الانشائيه والعقاريه. وحققت نجاح كمان يا دكتور هشام كبير ملحوظ في مساله البنيه التحتيه. لو احنا حتى بنتكلم عن تنزانيا وسد جوليوس نيريري يعني صحيح. يمكن المثال الاكبر يعني. صحيح، وبالتالي في الوقت الحالي مصر هي بتسعى ان تعيد تاهيل العديد من الدول الافريقيه من خلال الخبرات والاذرع الاستثماريه المصريه. يعني زي ما حضرتك اشرتي لنا شركات مصريه بتعمل داخل العديد من الدول الافريقيه، بالتاكيد سد تنزانيا بالتاكيد من بين المشروعات المهمه، لكن الحقيقه ليس فقط هذا، لكن في العديد من الدول الافريقيه وفي عدد كبير من قطاعات نشاط الاقتصاد بما فيها قطاع الاتصالات الحقيقه. فاحنا الحقيقه خلينا ناكد على انه الدوله المصريه بتساند القاره الافريقيه وتسعى جاهده لاعاده تاهيل البنيه الاساسيه في معظم الدول الافريقيه، وان هنا الحقيقه بياتي الحدود الرسمي المكثف من قبل الدوله المصريه على مستوى السيد رئيس مجلس الوزراء لقمه تمويل التنميه اللي بتعقد في داكار. وبالتالي المساله مش بس كمان فيما يتعلق بتنفيذ البنيه التحتيه، لانه بالتاكيد هذا الامر يحتاج لقدر كبير من التمويلات. اتصور ان القاره الافريقيه ليس لديها هذه القدرات، وبالتالي مهم جدا انه المجتمع الدولي ومن خلال هذه القمه يخرج بنتيجه او تصل الى هذه رساله هامه للغايه انه الدول الافريقيه لديها مشروعات، مش بس لديها طموح، لديها مشروعات كبيره لاعاده تاهيل بنيتها الاساسيه علشان تلعب دور هام للغايه في على المستوى العالمي على المستوى الدولي فيما يتعلق بجذب الاستثمار، فيما يتعلق بتنفيذ عدد كبير من المشروعات. وبالتالي لما المجتمع الدولي يرى أن القاره الافريقيه لديها مشروعات طموحه واعده والدول الافريقيه الحقيقه تسعى جاهده لزياده نسبه مساهمتها في الاقتصاد العالمي، بالتاكيد حينما يكون هناك راي واحد واستراتيجيه واحده وهدف واحد داخل القاره الافريقيه بالتاكيد تنساب قنوات التمويل. من هنا بتاتي اهميه هذه القمه ومشاركه مصر فيها. بالتاكيد كلمه السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الاطار بتعكس اهتمام الدوله المصريه بالدول الافريقيه ورغبتها وقدرتها ايضا على توفير المزيد وتنفيذ المزيد من المشروعات داخل معظم الدول الافريقيه. والمشروعات دي بالتاكيد بتنعكس بدورها على مساله فرص العمل للشباب المصري في الدول الافريقيه مع الشركات المصريه الممثله في افريقيا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.